مساء الخير، مساء النور والهنا على كل مشاهدي قنوات دي ام سي وكل متابعي برنامج السفيرة عزيزة، واهلا بيكم في حلقة جديدة من السفيرة عزيزة. خلونا بقى نبدا حلقتنا بخبر حقيقة خبر لفت نظري جدا. الخبر ده عن استعداد شركة هايفا كوزماتكس المتخصصة في انتاج الرموش والعدسات اللاصقة والضوافر للاستثمار في السوق المصرية خلال الايام اللي جاية دي. خبر ده الحقيقة مهم جدا، طبعا اكيد مهم للستات، ولكن هو في الحقيقة مهم من زاويتين. الاولى هي فعلا جودة منتجات شركة هايفا كوزماتكس المعروفة جدا في كل انحاء العالم، خصوصا ان مقرها في الولايات المتحدة الامريكية وبالتحديد في ولاية كاليفورنيا. الزاوية بقى التانية هي مجال الاستثمار نفسه، لان اكيد المسؤولين في الشركة شافوا ان السوق المصري مميز جدا وفي مميزات كتيرة جدا، وهو ده اللي شجعهم على الاستثمار فيه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن منتجات شركة هايفا كوزماتكس وبداية الاستثمار في مصر من ضيفتنا اللي هتكون معانا عبر الهاتف، دكتور هايفا المذكور المدير التنفيذي لشركة هايفا كوزماتكس. اهلا يا دكتور. دكتور هايفا، احنا عارفين ان الوقت دلوقتي بدري قوي 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 في كاليفورنيا، حوالي 5:30 هنا او حاجة بدري كده يعني 6:50. دكتور هايفا، طيب احنا اللانسز العدسات اللاصقه من الحاجات اللي فعلا بتفرق جدا جدا في شكل الواحد، وخصوصا لما تحطي ميك اب كتير كده تحطي لون عينين مختلف بالظبط بيفرق قوي في الشكل. بس شوفي، انا ما احبش الرموش، ده اكيد بتفرق في الشكل، بس انا ما بحبش الشكل العدسات لما تبقى بعيده قوي عن لون عينيكي. لا بتبقى يعني انا افهم مثلا ان حد عينه عسلي يحط لانسز مثلا خضره، حد عينه مثلا بني فاتح يحط لانسز عسلي، لكن ما يبقاش انا عينيا غامقه جدا واقوم حاطه مثلا ازرق بلون البحر كمان، مش اي ازرق. لا، وفي انواع لللانسز كمان، في بيبقى باين قوي وفي ما تحسيش خالص، مستحيل تعرفي. ده حقيقي. نرجع تاني دكتور هايفا معانا. مساء الخير يا دكتور. صباح النور. صباح الخير. صباح النور فعلا. دكتور هايفا، عايزين نعرف الاول فروعكم موجوده فين في العالم؟ اول حاجه حابه اقول لكم شكرا على استضافتكم. انتي منورانا. شركه هايفا كوزمتكس مقرها في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا احنا موجودين كشركه ام في ليبيا وفي تركيا. عندنا أكثر من 1000 نقطة بيع في ليبيا. في تركيا إن شاء الله حيكون في إسطنبول، في إزمير. بالنسبة للدول الثانية عندنا الموزعين الحصريين إن شاء الله حيكونوا في إيجيبت من بداية رمضان. عندنا في تونس، في الجزائر وفي موريتانيا. احنا اللينكات بتاعت شركة هايفا كوزماتكس موجودة معانا دلوقتي على الشاشة، ولكن كنا حابين برضو نعرف من حضرتك ايه اللي بيميز عدسات هايفا كوزماتكس، يعني هل هي مختلفة عن غيرها من العدسات، ولا هي للتجميل فقط، ولا ليها غرض طبي؟ هي طبعا جدا هاي كواليتي. العدسة مصنعة من مادة اسمها البوليمكون، مادة جدا آمنة ومن أحدث الفيحات في تصنيع العدسات اللاصقة. فيها ميزة غير أن ألوانها جدا طبيعية، يعني ما تحسيش أنك لابسة عدسات. ميزتها أنها هي تحجب أشعة اليو في لايت، الأشعة الفوق البنفسجية، مهم جدا طبعا، النوع A والنوع B. وكأنك لابسة النظارات الطبية يعني كبتي. بالنسبة للغرض الطبي أو التجميلي، العدسات فيهم نوعين. للناس اللي ما عندهاش أي مشاكل في النظر، في عندنا جزء فقط تجميلي. وبالنسبة للناس اللي تعاني من بعد أو قصر نظر، عندنا عدسات خاصة متوفرة بجميع القياسات. طب الناس تقدر توصل للمنتج بتاعكم؟ وملونة برضه وملحة. طب إزاي الناس تقدر توصل للمنتج بتاعكم سواء في مصر أو خارج مصر؟ بالنسبة لداخل مصر، ممكن يتواصلوا مع الموزع الحصري ويدخلوا على صفحة هايفا كوزماتكس ايجيبت. ان شاء الله الموزع حيبدأ ينزل جميع نقاط البيع اللي حتتوفر ابتداء ان شاء الله من رمضان. بالنسبة للناس خارج، في امريكا، في كندا، في اي دولة في العالم، ممكن يقدروا يطلبوا عن طريق الموقع الرسمي للشركة hayfacosmetics.com. طيب دكتورة هايفا، ايه اللي شجعكوا على الاستثمار في مصر؟ طبعا
أول شيء دولة مصر يعني موقعها الجغرافي يتيح لك أنك أنت تصدري ويعني الاستيراد والتصدير عبر منافذها البرية والبحرية جدا بسلاسة. السوق المصري واحد من أهم السوق الاستهلاكية. أنك ده حقيقي. احنا بنعتمد كتير على الرموش والعدسات. التارجت 90 مليون مستهلك مصري. ايوه يعني مش شويه. بالنسبه انا يعني شخصيا اكثر شيء كان مريح لي هو قانون الاستثمار في مصر، انه هو يتيح لجميع الاستثمارات المعامله العادله ما بين المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي. بنشكرك. في امان في الشغل يعني. الحمد لله. بنشكرك جدا جدا دكتور هيفا، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، واكيد كلنا هندخل نشوف رموش والعدسات بتاعت هيفا كوزماتكس. دلوقتي هنروح لفاصل صغير ونرجع نكمل معاكم فقره السفير عزيز. مرة تانية بنرحب بحضراتكم، وعايزة أحكي لكم على ضيفتنا اللي منورانا النهاردة. ضيفتنا هي مصممة أزياء اسمها فرح والي. معاها بنشوف حاجة جديدة، حاجة مبتكرة، حاجة مختلفة تماما في عالم الأزياء، يعني مش ضيفة زي كل الضيوف، خصوصا كمان إنها من أول ما ظهرت كان دايما بتحسسنا إن ليها بصمة مختلفة. ليه؟ لأن تصميماتها عبارة عن مزيج الحقيقة لطيف جدا ما بين الجرافيك، ما بين الفن، ما بين العصرية. مش كده وبس، ممكن تفتكروا ان ايه ده، طب لو كل تصميماتها كده هيبقى صعب ان احنا نلبسها. لا، كمان تصميماتها عملية جدا في نفس الوقت، عشان كده هي معانا النهاردة بكولكشن جديد ومختلف تماما، وفي الوقت نفسه مميز من عبايات وأزياء رمضان. رحبوا معانا بضيفتنا الجميلة اللي منورانا النهاردة فرح والي، مصممة الأزياء. سعيده جدا انك موجوده معانا يا فرح. انا بجد اسعد قوي ومرسي قوي على الكلام الحلو قوي ده. ده حقيقي. لا وبجد مبسوطين بيكي، مبسوطين بالستايل بتاعك، انه في من الستايل الشرقي ولكن في نفس الوقت ترندي وعلى الموضه وكول وعملي، يعني كله في نفس القصه مع بعض، نفس البوكس. بحاول. قولي لي بقى، انت من ساعة ما كنتي فاشن ستارز ولغاية دلوقتي واسمك في الموضة ما شاء الله، انه حتى فاشن ستارز ادولك ان انت اصغر مصممة ازياء. وكان سيزون 3 انا كنت اللي كسبته، وكسبتي كمان. فان هو قولي لي بقى، بدأت معاكي ازاي الرحلة دي، فكرة الازياء؟ فكرة الازياء الرحلة من اول خالص، من وانا 7 سنين وانا قررت ان انا هبقى فاشن ديزاينر وهستدي يعني ادرس الموضة في ايطاليا. 7 سنين. وانا 7 سنين وكل سنه كنت بروح لاهلي، جماعه انا هطلع ادرس في ايطاليا. طب يا فرح السنه الجايه نتكلم لما تكبري شويه. ليه في سن 7 سنين ازاي ممكن تفكري في كده؟ دايما 7 سنين عايزه اطلع دكتوره. مفيش خالص. وانا أو كان انا كان بالنسبه لي يا اما ازياء يا اما اطلع دكتوره نفسانيه. فابويا قال لا انت مجنونه خلقه. الازياء ركزي، خليكي في الازياء. فبس فالرحله بدات من هناك. دخلت جامعه في ايطاليا في فلورنس، وكنت متميزه قوي فيها، ودخلت كذا كومبيتيشن وكسبتهم على مستوى العالم. بعد كده بدات البراند بتاعي ورجعت لام الدنيا. طيب بصي بقى دلوقتي، كلمينا عن ال مش عارفه اسميها ايه، كيمونو. هي ميكس ما بين الكيمونو الياباني، وكل الالستريشنز الرسومات انا عملت عليها كان من مستوحى من ماسكس افريقيه. فهو بلاك اند وايت، بنطلون ساتان. يعني انت عايزه تفهميني ان انت اللي عامله كل الرسمه البرنت دي، انت تصميمك انت؟ اوكي. فهو كانت قماشه ساتان بيضه عاديه، وانا رسمت وطبعت. البنطلون ساتان وتحتيه شيفون، في حته فاتحه من الجنب كده في شيفون. ورينا كده، ممكن تورينا الفتحه اللي في الجنب؟ اوكي. وبعدين في الكورسيه معمول من تفتاح. فهو ده ممكن يقلب سواري او يعني حاجه بالليل لو هتلبسي كورسيه وحاجه من فوق كعقد او حاجه، لكن ممكن يقلب كاجوال جدا لو هنلبسه على تي شيرت وسنيكرز. الموضوع يقلب كاجوال. اوكي. يعني ممكن تتحكمي فيه اللي هو يعني اما دريست اب او دريست داون. بالظبط. اللي هو ممكن تخليه حاجه كاجوال وفي الوقت نفسه ممكن تخليه حاجه اللي بالليل. انا بحب قوي نلعب بان هو ما تشتريش قطعه وتفضل معاكي في مناسبه معينه بالذات، او بحب الموضوع يختلف يعني. عايزين نشوف ديزاينز تانية منك، وعايزين نعرف عنك أكتر برضه عشان البنات اللي بتتفرج يتعلموا منك. بس هنطلع لفاصل صغير نرجع نكمل معاكم فقرة السفير عزيز. ما
بما ان رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين، فضيفتنا فرح والي مصممه الازياء قررت ان هي تقدم لنا ملابس رمضانيه او مناسبه لرمضان، ولكن ليها التاتش بتاعها، ليها البصمه الخاصه بيها، مش كده يا فرح ولا ايه؟ ايه الاختلاف في الازياء الرمضانيه اللي انت بتقدميها لنا السنه دي؟ بحاول تبقى مريحه اكتر بكتير من الطبيعي. بحاول ان احنا ندخل فيها بهجه الالوان. انا في الطبيعي الواني ابيض واسود، بس دلوقتي عشان رمضان محتاجين افرح. انا ابيض واسود على طول يعني، او اسود الوان. ايوه فبس دخلت فيها كده ميرج من الالوان اللطيفه، وتكون يعني تقدر تلبسها جوه رمضان بره رمضان، على حزام مش على حزام. اي الكيمونوز دي انا بحس ممكن تلبسه على جينز وتي شيرت بيضاوي، يبقى الستايل. انا هلبسها كده. والدتي ممكن تلبسها مثلا بالستايل ده، اللي هو فستان كلوش واسع حرير وفوقيه كيمونو، وظهره كده مفتوح، حاجه ديفرنت شويه. البرنت برضو انا كنت عاملاه. برضو انت اللي عاملاه؟ ها. فيري نايس. طب عندي سؤال، انت از ديزاينر يعني كواحده بتصمم ازياء، ازاي بتعرفي تخرجي من فكره ذوقك؟ ما هو انت في حاجات اللي هي ده الستايل بتاعك، لازم لازم عشان عايزه تبيعي بقى للناس اذواق مختلفه. ده صعب جدا. ده محتاجين يعني باصوا على نفسي 18 ليمونه واتكلم مع الناس، عشان انا برضو زي ما بقوله يعني انا بلبس اسود بس. فانا اعمل الوان ده كانت صعبه قوي، فكنت بشوف الناس بتلبس عامه الوان الدارجه اكتر ايه. ازرقات والاخضرات دول اكتر لونين الناس بتلبسهم عامه. اهو اهو يا جماعه في مثال حي معاكم، مش حرمانه من حاجه بالظبط. فحاولت ان انا اخد ده للستاب في الكولكشن بتاعت رمضان، وحاولت ان انا برضو ادخل التاتش بتاعي بتاع الالستريشنز. انا اصلا برسم، فحاولت ادخل ده في البرنت، واحاول ابقى خليه ادجي الستايل بتاعي انا. بس ان الناس يعني لازم السيجنتشر بتاعتك تبقى موجوده. لازم. يعني طبعا عشان كده هو ده اللي هيميزها عن غيرها. وده اللي هيخلي ناس بتحب فرح والي او بتحب براند مختلف ان الستايل بتاعها. بس لا الحقيقه الحاجات حلوه جدا، وانا عاجبني الفينيشنج والاختيارك للاقمشه وللالوان الحقيقه. ثانك يو. ما هو الفينشنج ده انا على طول بقول الفستان او البرودكت اي ما هو لازم يكون الفينشنج بتاعه هو اللي بتعرفي من البرودكت حلو ولا لا. وده اللي اتعلمته في ايطاليا يعني. احنا كنا ممكن نخلص باترون وقص وخياطه في ساعه، بس هنقعد نرف ونعمل. أيوة. ونخيط الزراير بطريقه معينه ساعات كتير قوي. بس طب فرح انا حاسه ان انت مش بتاعه عبايات والحاجات دي خالص، بس انه عملتيهم. ده اول حاجه خرجنا بيها عن البتاع. بس لما جيتي تعمليهم اول حاجه فكرتي فيها انه لا انا مش عايزه اعمل الشكل التقليدي بتاع العبايه، لان هو فعلا العبايات اللي انت عاملاهم مختلفين تماما عن اللي متعودين عليه. كلميني بقى عن الرحله دي. الرحله دي ان انا مامتي بتحب او نفسها تلبس مني قوي، وانا ما عنديش حاجات كتيره قوي هي بتحبها، بتقول على طول حاجات ضيقه، مش البروبورشنز مش ظابطه معاها. فحاولت ان انا اعمل حاجه لوالدتي بس ادي الستايل بتاعي عليها. فكنت عايزه اعمل حاجه ترتاح، حاجه الامهات عموما رايها. هي بتديني رايها من غير ما انا اكتب والله يعني. وماما بقى في الفينشنج اوحش مني يعني، بتمسك الحاجات تقول لا الزرار ده فرق عن ده 2 مللي. طب كويس، دقيقه يعني. جدا جدا. طب هل انت بتصنعي في اتيليه مثلا، ولا انت عندك الاتيليه الخاص بيكي؟ انا عندي الاتيليه الخاص بيا، انا اللي بعمل الباترونات وبقص، وانا اللي بعمل البرنت. ما هو احنا عندنا تقريبا البترونات بتاعتنا وقفت من فتره معينه، من الثمانينات مثلا، والناس ما عملوهاش. دوره بالظبط. وانا عندي كنترول ايشوز شويه فانا اللي بحب اعمل حاجات بايديا. حلو جدا. عاجبني الستايل، لانه لو بكم ممكن ينفع للمحجبات بالظبط، لو كده ممكن حتى ممكن يتلبس لوحده من غير البنطلون اللي من تحت. لا وتحسيه يعني انه هو شميز على سكيرت، بقى انه هو مش شميز عشان الحته اللي فهو هو شيرت جاست، هو شميز على فستان في فتحتين من الجنب بينه البنطلون. بس لو عايز تلبسيه من غير الفستان او يعني من غير الشيرت على البنطلون بس ينفع برضه. حلو يعني، حقيقي مختلف تماما يعني، لان احنا تعودنا كمان على لبس رمضان انه يبقى فيه نقوش كتيره وشغل كتير وكمين وورد والحاجات دي كلها. فانا سعيده انك انت خرجتي عن المألوف. بنحاول. هي رمضان فعلا النقوشات بتاعته محطوطه في حاجه معينه،
كان نفسي اخرج منها بس ما شفتش قوي ان حاجه ما تكونش مالوفه، فدخلنا احتفظت بنفس الالوان بس عملت رسمه حطيت بصمتي فيها. حلو جدا. طيب بالنسبه للاقمشه، اختيارك للاقمشه كان ايه الاقمشه اللي حسيتي انها هي دي اللي انا هستعملها لانها مريحه وبسيطه وعمليه في نفس الوقت؟ اكتر قماش انا بحبه في الصيف عامه مع ان هو صعب قوي في الخياطه هو الحرير. بحسه الناس فعلا بترتاح فيه وبيليق على كذا نوع جسم. فده كان اختيار يعني من الاول خالص. ساتان للبنطلونات، قماشه خفيفه بس لسه فيها ستراكشر، لسه فيها فورم، فمش هيبقى بنطلون مهرول كده. وشيفون ماسك نفسه يعني. ماسك نفسه كده محترم كده ماسك نفسه. وبعدين بدله مثلا انا لابساها دي بدله كتان، انا بحب البليزرز والبدل جدا فقررت انه لا محتاجين نعمل حاجه للصيف فعملت بدله كتان. الكتان عامه بريدبل قوي زي ما بيقولوا. والكتان ده مصري انه الخامات بتاعتك كلها مصري 100%. واحنا اصلا دخلنا في حته سستينابيلتي شويه ان احنا بنعيد تدوير الويست عامه في اي قصايص فاضله بندخلها نعملها مثلا كورساج او بنعمل باتش ويك، يعني بنحاول نعيد تدوير الويست. برافو. انا الحقيقه مبهوره بالوان الفستان اللي احنا شايفينه ده. ميرسي. لان فعلا الوانه حلوه وبعدين ممكن حد يلبسه بحزام وممكن من غير حزام بالظبط زي ما احنا شايفينه كده. يعني هو فعلا ليه حزام وده كان اول تجربه ليا ان انا اعمل رسمه مش بورتريهات، يعني انا كنت على طول بعمل بورتريهات وفي الاخر اطرزها على اللبس. ده كان اول تجربه ان انا اعمل حاجه ابستراكت زي ما بيقولوا. وده برضو الديزاين بتاعك من ناحيه الرسومات والطباعه وكله بالظبط. حاجة زي كده بتاخد منك وقت قد ايه عشان تفكري فيها وتعمليها وتعملي الباترون والديزاين بتاع القماشة؟ يعني الديزاين والديزاين بتاع الباترون وان انا اعمل الطباعة دي على الكمبيوتر وفي الاخر تتبع دي اكتر فترة ممكن تاخد اسبوعين ثلاثة. لا تفصيل وقص وخياطة ممكن ياخد يوم يومين بس بس القصة كلها في الديزاين نفسه هو اللي بياخد وقت. في الالستريشن شخصيا ان انت توصلي ان هي تكون كلها مظبوطة ان هي لما تتبع وانت ان هي اتبعت ما ينفعش ترجعي انك تتخيلي انك القماش بيبقى كبير قوي فانك تتخيلي ان الديزاين اللي انت عاملاه لما يكبر هيبقى عامل ازاي هيتحط فين النقشة دي تحط يمين شمال فوق تحت دي الحاجات الصعبة. وعشان كده البروتوتايبس بتاخد فترة طويلة قوي. خد منك وقت قد ايه الدراسة؟ انا عارفة انت درستي في ايطاليا الكلام ده كله. خد عمري كله. خد 4 سنين. 4 سنين عملت اندرجراديويت 4 سنين. زي ما الناس بتقول كنت بروح الجامعه وارجع من الجامعه مفيش اي حاجه في الدنيا كانت يعني الناس كده. وابتديتي تعملي يور اون ديزاينز من وانت في الجامعه الديزاينز الخاصه بيكي؟ من قبل الجامعه كمان. امي تقريبا محتفظه بالديزاينز بتاعتي من وانا 7 سنين. بس من قبل الجامعه وفي الجامعه دخلت كذا كومبيتيشن انا كنت بالنسبه لهم المصريه اول مصريه شافوها فده كان كونسبت غريب بالنسبه لهم بس بسرعه عرفت اطبق على الكالتشر بالتاتش العربي بتاعي والمصري انا فخوره قوي بيه وعرفت اكسب كومبيتيشنز كتيره قوي وبس. جميل جدا. طب قولي لي يا فرح دلوقتي انت لما اكيد بتحضري لكذا كولكشن يعني عندك كام كولكشن تقريبا كده في السنه؟ عندك الشتاء وبعد كده عندنا كابسول كولكشن او كولكشن صغيره للرمضان اللي هي زي رمضان بالظبط وبعد كده عندنا الصيف دي بتكون اكبر واحده وساعات بيكون في كابسول كولكشن للكريسماس. بس كنت هقول لك اللي هو الربيع مثلا او الخريف او الكريسماس او الكريسماس بالظبط في يعني سيزونز كده بتطلع بعملها كابسول كولكشن. انا ما بحبش اعمل كولكشنز كتير قوي عشان كذا حاجه مبدئيا في تهدير وقت واعصاب كتير قوي بس الفاشن عامه كاندستري مش كويس انه كميه الناس اللي بتشتري حاجات بسرعه. احنا ايام زمان جدتي لغايه دلوقتي انا عندي جاكيت منها هي كانت عامله لي جاكيت جلد من 1940 ولسه عايش معايا وتمام وان فاشن وكل حاجه. فانا بحب اعمل قطع تعيش بكواليتي حلوه بدل ما انا اعمل حاجات كثيره الناس ممكن تقعد معاها شهر اتنين وترميها 3 شهور. بتهتمي قبل ما تعملي الكولكشن بتاعك ان انت تشوفي الموضه السنه دي ايه؟ اصلا ما فهمش حته الموضه السنه دي عايزين ايه؟ الالوان السنه ايه اللون الدارج؟ ما بيليقش عليا على فكره مش عارفه يعني بصراحه مش قوي يعني انا في الاخر ببدا الكولكشن بان انا النهارده عايزه اتكلم عن ايه كحاجه سوشيال كحقوق المراه مثلا او توبيك لمسني يعني
وبدخل فيه انسبريشنز من مثلا قبائل. يعني مثلا انا دخلت في ثالث سنه جامعه الصوفيه عامه والمولد والتنوره وكده. باخد ده بقى باخد كونتمبري انسبريشن او حاجه جديده يعني حاجه مودرن كان ممكن تكون مثلا رسمه او ستايل رسام. يعني هو انت بتستوحي الافكار من الحاجات دي بالزبط. لما بتشوفيها في حته ولا لا ولا انت بتدوري؟ انا بقعد كده بقول انا النهارده عايزه اتكلم يعني عايزه اعبر. ده لغه حواري انا ما بعرفش اتكلم يعني. طيب البدله دي بقى انا شايفه ان لو اي حد عايز يبقى مختلف هي دي. صح كده؟ دي البيبي بتاعتي دي كده. بعدنا عن العبايات بقى في رمضان وكده كان اللي هو متعارف عليه بالظبط. انا في مناسبات كتير قوي في رمضان فيها سواريهات وفي ناس كتير قوي ما بيحبوش يلبسوا فساتين بيحبوا يلبسوا بدل. وانا شايفه ان البدل نرجع للترند اون ترند الايام دي بس انا فعلا بحبها. فقلت ان احنا نعمل بدله مختلفه بدله ستيتمنت كده احسن بكتير من ان احنا نعمل فستان متطرز شفناه كتير طبعا. بس ده مثلا اخد طب هنا كنت بتفكري في ايه بقى لو على اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل ده كده؟ ده كله يعني الالستريشنز كلها الجيومتريك شيبس انسبايرد من افريقيا من قبائل المساي موجوده في تنزانيا وكينيا. بيكونوا عاملين تطريز شويه كده بالبرودري اكتر على عباياتهم او على البتاع اللي بيلفوه عليها. فانا قررت ان انا استوحى منهم. حلو جدا. بس انت على فكره كنت بتقولي انك انت مش بتهتمي قوي بالالوان اللي هي اللي بتبقى دارجه مثلا او موضه السنه دي. بس انا شايفه ان يعني يقال ان الاخضر موضه جدا جدا الصيف بجد؟ ده. فانا شايفه ان الاخضر عندك هو الاساس. انا بحب الاخضر جدا كلون. بحب الامر زي حضرتك لابساه جدا جدا جدا. بس حاولت استخدمه بطريقه جديده ان احنا ندخل كذا شيء اخضر مع بعض. ندخل معاه شيبس مختلفه. ندخل معاه ابيض واسود حبايب قلبي ان احنا بنعمل فيه حاجه حلوه. بس انا شايفه انت مثلا الاوتفيت اللي انت لابساه ده انه اوكي بدله حلو قوي بس دي ده مش شكل البدله التقليدي خالص ومزوده له كمان هنا ده بدوي او بدوي ويمني يعني ويمني. ده بدوي من 100 سنه حاجه وبعدين ابيض في اسود وفضي ومش فضه وانه بعدين فجاه الجزمه ملونه. دي انا عامله الجزمه دي بقى. انت اللي عاملاها كمان. الجزمه ملونه عشان بحب قوي تاتش الاحمر مش عشان اي حاجه ثانيه. وبحب قوي الالستريشنز تبين على كذا حاجه ثانيه يعني. طب معلش احنا عايزينك تقفي عشان نفسنا ان الساده المشاهدين يشوفوا كده ايه. لو تقفي هناك عشان الاضاءه. ماشي يلا بينا. وكمان عشان تورينا البدله اللي انت لابساها يعني لانها بدلة فعلا بس مختلفه بدلة تماما وهي اسيمتريكال اليمين غير الشمال وبنطلون واسع قوي عشان انا بحب البنطلونات الواسعه بالظبط. انا بحب ان انا اخلي ست رجليها طويله قوي 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 زي السكتشات اللي بيعملوها. أيوة. ووسطها صغير فده ده دي الفكره يعني. وجس بس. جميل جدا حلو قوي. انا عاجبني كمان ان معظم الموديلات بتاعتك مناسبه لجميع الاجسام. نفسي والنبي يعني انا لا انا لاحظت فعلا الحكايه دي. انا عندي مشكله ان الستات كتير قوي بيدخلوا نفسهم في حته ان انا جسمي ما بقبلش غير كده. هو ساعات صغير جدا بيكون صح بس ساعات الاكبر هي تكون اتعودت على شكلها في شكل معين. ف ده كانت مثلا اكسبيرينس ساعتي مع والدتي. امي على طول بتلبس حاجه معينه وهي مقتنعه لا ده بيليق عليا. يوم انا وهي نزلنا شوبينج غيرنا الستايل خالص كان في كميه يعني شد وجذب قوي. بس في الاخر ما كانتش متخيله مثلا هي تلبس جاكيت قصير على بنطلون سليم ده كان بالنسبه لها حاجه مختلفه جدا غريبه. فبحاول ان انا ادخل بحاول ابقى مايندفل ان انا اكون في دماغي اجسام الستات المختلفه. انا طويله قوي فانا على طول البنطلونات اللي بشتريها ببقى مش قدامي. انا طويله قوي وانا قاعده لا يعني انا اسفه بس انا على طول انت اكيد هتحسي بده البنطلونات هتجيلك زي فاضل مهندس على طول يعني. فانا البنطلونات على طول بعملها طويله قوي والكمام بجد يعني يا جماعه لا وبعدين هبقى انا اكتر فبس فبحاول اوظف الكريتيفيتي بطريقه فعلا تنفع الناس مش ان انا اعمل حاجه شكلها حلو و الفن مجرد الفن وخلاص يعني. طب بمناسبه الفن بقى مين من الفنانين لبسوا من تصميماتك؟
ناس حبايب قلبي وبجد ام فيري جريتفل ليهم. نيلي كريم بجد مهما اتكلمت عنها بتاعتي جدا يعني. وهي يا جماعه هي فاشن ديزاينر في نفسها يعني. انا كان في يوم هي اللي بتوقفني وبتلف حواليا قماش وهي اللي بتعمل القماش حواليا مش انا اللي بعمله حواليها. مش العكس. انجي كوين كانت اول واحده لبسها. انجي المقدم لبستها في الجونه عظيمه. ودينا الشربيني كان اخر حاجه في الجونه فيلم فاستيفال. وحسن ابو روس طبعا عشان حسن جوز اختي حبيب قلبي. فانت فعلا بتعملي كمان حاجات للرجاله. بعمل حاجات للرجاله او حسن خلاني اعمل حاجات للرجاله. لا حسن انسبيريشن كبير قوي لان انا اعمل حاجه مختلفه للرجاله. صحيح. بس فرح انت نورتينا. تسلمي. واحنا مبسوطين بيكي جدا 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 وبجد نورتي مصر. مبسوطين ان انت جيتي لنا هنا وتقعديش في ايطاليا. عيب. ايوه عادي في بلدك. وبجد مبسوطين بيكي جدا جدا والديزاينز التحفه اللي انت عاملاها كمان وكيف ان شاء الله. انا بجد ثانك يو سو ماتش ان انا هنا ويعني ام اونرد. انت نورتينا وبتمنى لك التوفيق دايما. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من السفيره عادي. باي باي. Thank you.